أيضا للمزيد من المتابعة والتفاصيل حول تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى منطقة الشرق الأوسط، ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور خالد شنيكات المحلل السياسي الأردني. أرحب بك دكتور خالد معنا شاشة القاهرة الإخبارية. كنت أشير منذ دقائق مع أحد ضيوفي على موضوع من سيشارك بقمة المفاوضات التي ستعقد غدا وهذه الجلسات الموسعة للتفاوض. خرج من مكتب نتنياهو تصريح هام جدا بأن نتنياهو متمسكون بتحقيق جميع أهداف الحرب قبل الحديث عن وقف إطلاق نار. هذا يعني يعتبر بالشعب أو بالعامية تصريح تازة. طب على ماذا يأتي الوفد إلى القاهرة وعلى ماذا سيفاوض دكتور خالد؟ واضح أنه بنيامين نتنياهو وحكومته استخدموا المفاوضات لكسب الوقت، والدليل على ذلك أنه هاي المفاوضات حينما تتقدم خطوة للأمام تعود إلى خطوات إلى الخلف، سواء عبر تصريح من مكتب نتنياهو أو من أطراف حكومته أو من خلال قيام إسرائيل بعملية كما حدث في مدرسة التابعين أو اغتيال هنية. واضح أنه بنيامين نتنياهو مصر على أهداف الحرب التي أعلنها بعيد 7 أكتوبر، وهذه القضاء على حماس وإعادة احتلال القطاع وإخضاعه أمنيا. هذه الأشياء لم يتنازل، هذه الأهداف لم يتنازل عنها نهائيا. تبقى المفاوضات تراوح مكانها، لكن المفاوضات ستكون يعني ما يرغب نتنياهو من هذه المفاوضات هدفين. الهدف الأول هو كسب الوقت، والهدف والتخفيف من الضغوط الأمريكية والتخفيف أيضا من ضغوط المجتمع الداخلي الإسرائيلي اللي تزايدت، وحتى تزايد ضغوط للمؤسسة الأمنية. وواضح في الفترة الأخيرة أنه في هناك على الأقل فجوة بين الحكومة الإسرائيلية من جهة والمؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي تحديدا. القضية هذه النقاط أو هذا الهدف الأساسي اللي قلنا كسب الوقت، أو أنه يحصل على صفقة بشروطه هو، وهي إطلاق الرهائن ولمدة، وأن لا يكون هناك وقف إطلاق نار مستدام، وإنما استئناف الحرب على الأقل بعد المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى. هذا ما يسعى إليه واضح بنيامين نتنياهو، والدليل أنه حتى حينما يتم إنجاز قضية زي معبر فيلادلفيا يعود ويفجر في نتساريم الموضوع أو يطلب شروط إضافية. الاستراتيجية بهذا الأمر، استراتيجية بنيامين نتنياهو، الحقيقة ثابتة ولم تتغير، رغم أن الولايات المتحدة تشيع أجواء إيجابية حول المفاوضات. صحيح. وأن هناك تقدم حقيقي واختراقات وما وإلى غير ذلك. دكتور خالد، ما الذي سيفعله نتنياهو ليعيد 109 محتجزين المتبقين اليوم داخل قطاع غزة؟ إن لم يجلس على طاولة التفاوضات، إن لم يقبل بالخطوط العريضة التي وضعتها خطة بايدن، إن بقي كما تتحدث هو يكسب الوقت ليحقق أهداف أخرى، كيف سيسترجع 109 محتجز؟ حقيقة منذ عملية الأسر ب 7 أكتوبر إلى اليوم واضح أنه لا تشكل عودة الأسرى أولوية قصوى بالنسبة لبنيامين نتنياهو. هي أولوية لكنها ليست أساسية، ربما حتى ثانوية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يريد كسب الوقت لأكثر من سبب. السبب الأول هو يعتقد أنه سيحقق النصر المطلق، هزيمة حماس، حتى لا تسجل عليه فشل. والدليل أنه كلما طالت عملية الحرب تراجعت أهمية إجراء تحقيقات فيما حدث في 7 أكتوبر. واضح أيضا أنه أصبحت تتحمل مسؤولية الفشل المؤسسة الأمنية، وبنيامين نتنياهو يلقي بالفشل بشكل أساسي على المؤسسة اليمنية. ولاحظنا أنه مدير الاستخبارات العسكرية أو رئيس الاستخبارات العسكرية استقال هليفة وغيره، ومع تقدم الوقت المجتمع الإسرائيلي
حقيقة سيفهم بأنه بنيامين نتنياهو بذل كل جهد وهو لا يتحمل الفشل، قناعته بأن شراء الوقت هو يحسن موقفه أمام المجتمع الإسرائيلي، وفي نفس الوقت يحافظ على حكومته الائتلافية، لأن أي صفقة تنهي الحرب هذا يعني ضمناً انتهاء حكمه والدخول في لجان التحقيق. أما مسألة الرهان على استرجاع 109، أعود وأقول لا تمثل أهمية قصوى بالنسبة لبنيامين نتنياهو مقارنة مع الأهداف الأساسية، وهو كما أعلنها القضاء على حماس وإعادة احتلال قطاع غزة وربطه أمنيا بإسرائيل وما إلى ذلك من الأهداف الأخرى للحرب. لكن المشكلة اللي واجهها حتى هذه اللحظة بنيامين نتنياهو، وأنا أطلت، هو أنه حتى الآن العملية العسكرية لا تسير كما يتمنى بنيامين نتنياهو، رغم أنه دخلنا الآن يعني اقتربنا من العام. من العام فعليا. نعم طيب، لا تسير كما يشتهي نتنياهو، والكثيرون يشيرون إلى أنه لم يحقق ما يريده نتنياهو مع ما يحدث لديه في الشارع الإسرائيلي ومع ما يحدث فيما يتعلق بملف المحتجزين. اليوم تتعالى أصوات من الاستخبارات الإسرائيلية بالخشية من انتفاضة جديدة تلوح بالأفق في الضفة الغربية، وهذا ما كان يتم الإشارة إليه ربما منذ الأشهر الأولى، الخوف والخشية من انتفاضة في الضفة الغربية، ويوما بعد يوم كان يمعن الإسرائيلي في كل الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية من المستوطنين ومن غيرهم من الإسرائيليين تجاه الأهالي في الضفة الغربية. كيف يتلقف نتنياهو هذه التحذيرات من الاستخبارات الإسرائيلية؟ حقيقة في اتجاه داخل الأوساط الإسرائيلية محللين سياسيين وعسكريين يروا بأن بنيامين نتنياهو يتصرف بأهداف خاصة وسياسية ليست بالضرورة تعبر عن الأمن القومي الإسرائيلي. بمعنى آخر، التحذيرات الإسرائيلية المؤسسات الأمنية فيما يتعلق باحتمالية الانفجار في الضفة الغربية، في احتمالية اندلاع حرب واسعة مع لبنان، في احتمالية رد إيراني مستمر يؤدي إلى حرب إقليمية، هذه التحذيرات الحقيقة لا تشغل بنيامين نتنياهو كما يشير أوساط التحليل المحللين، كبار المحللين الإسرائيليين. وحتى تصريح، إذا انتبهنا ليهود أولمرت، هو أشار بأن الاعتبارات السياسية هي ما تحرك بنيامين نتنياهو، اعتبارات البقاء السياسي هي الأساس في فهم سلوك بنيامين نتنياهو. ولهذا بنيامين نتنياهو سيبقى يستمر في هذه الحرب مع عدم رغبته في خوض حرب كاملة على الجبهة اللبنانية، لأنه يدرك مخاطرها، سيضيع فرصة النصر كما يقول هو في غزة، وبالتالي هو سيبقى على هذا الرتم، وليس عنده مشكلة في التفاوض، ليس 4 أشهر ولا 6 أشهر ولا 10 شهور، هو لديه رغبة في التفاوض لسنوات طويلة في إيقاف الحرب حتى لو لم تقف، كما لا فاوض من قبل منذ دخوله الحياة السياسية واستلامه رئاسة الوزراء 1996، بقي فاوض على الدولة الفلسطينية كما قال ل30 سنة ولم تتحقق الدولة الفلسطينية، وقدرة عالية عنده على المراوغة وفي تحقيق أهدافه، وبالتالي هو ما يهم الكتلة الحيوية الائتلاف الأساسي اليمين أن يبقى حوله. ويمكن الذي يزعجه أكثر من أي شيء آخر هو مسألة تحول الرأي العام بشكل كبير ضد الحرب. حتى هذه اللحظة لا يوجد تحول حقيقة جوهري داخل المجتمع الإسرائيلي، لا بين اليمين ولا حتى بين اليسار، تحول كلي باتجاه وقف الحرب أو إنهاء، رغم أنه نحن نتحدث عن 50%، لكن باقي أيضا 50% لا زالوا يروا بأنه لا مشكلة في استمرار الحرب، لأنه لو لم يكن هنالك أكثر من 50% داخل المجتمع الإسرائيلي يدغدغهم ما يفعله نتنياهو من دموية، لا أعتقد أنه كان ليستمر فيما يفعله، وخاصة أن الملف الأبرز هو أبنائهم وعائلاتهم من المحتجزين. دكتور خالد، طيب، حضرتك تشير إلى أنه لا يريد أن يذهب وهج انتصاره أو وهم انتصاره في غزة بأن يخاطر بموضوع حرب مفتوحة، ولكن ألا يمهد بالنار لحرب مفتوحة مع كل الاستفزازات
مع كل الاستهدافات والعمليات الاغتيال، وتحديدا أتحدث عن جبهة الجنوب اللبنانية؟ الحقيقة حتى هذه اللحظة هو يقود يعني بنجاح عدم انخراطه في حرب شاملة في لبنان، هو يرد وحزب الله يرد وينفذ في بعض الأحيان عمليات اغتيال نوعية، ولكن تبقى الأمور تحت قواعد اشتباك تبدو متفق عليها ضمنيا. هو لا يذهب للانجرار لحرب شاملة، وحتى في موضوع حينما تم اغتيال إسماعيل هنية في إيران استطاع أن يستخدم الضغط الدبلوماسي عبر الدول الغربية والولايات المتحدة للضغط على إيران بعدم الدفع بانجرار عدم دفع إيران باتجاه حرب شاملة. هو لا زال يعني يقود هذه الحرب ويركز جهده بشكل أساسي على غزة، ويعتقد أن المتغيرات الأخرى احتمالية اندلاع حرب شاملة في المنطقة ليست ذات خلينا نسمي احتمالية عالية، بالعكس يبدو أن الأمور على الأقل واضح أنها تسير ضمن رتم محدد، ضربات متبادلة ضمن مناطق حدودية، ونادرا ما تتعدى تصل إلى بيروت ويتم الرد عليها وتبقى ضمن لا. هذه العجلة. حتى مسألة خروج لجوء حوالي عشرات الآلاف من اللاجئين الإسرائيليين الذين هربوا من الشمال باتجاه تفضل. أعذرني ولكن انتهى وقتنا نهائيا، أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد شنيكات المحلل السياسي الأردني، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك.